مرحبا، معانا بتجربة اليوم رينو زوي، وهي من أول السيارات الكهربائية اللي توفرت بأسواقنا. لما باعت رينو 8 سيارات لهيئة كهرباء ومياه دبي بعام 2015، وهي إحنا هلأ عم نحصل على رينو زوي 40 بمعارض رينو، وهي النسخة طويلة المدى من نفس السيارة. تعالوا خلينا نتعرف كيف هاي السيارة بتتقارن مع السيارات من نفس الفئة اللي بتعمل على الوقود، وطبعاً كيف تتقارن مع السيارات الكهربائية التانية المتوفرة بأسواقنا. وبحب أذكركم كالعادة إنه تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب وتفعلوا التنبيهات لحتى تتابعوا كل شيء جديد مع يلا موتور. عم تتميز الرينو زوي من الخارج بحجمها الصغير، واللي هو بتقارن بسيارات مثل كياريو أو سوزوكي سويفت. ورينو أعطت السيارة تصميم بسيط وأنيق كتير من الخارج، وأيضاً ميزتها كسيارة كهربائية باستخدام لون أزرق عم نجده بالمصابيح، اللي هي من الأمام عم نحصل على مصابيح بهذا التصميم الممتد اللي عم بتصل بالتصميم بشعار رينو الكبير بالمنتصف، واللي هو أيضاً عبارة عن فتحة شحن بطارية السيارة. وكمان خبأت رينو مقابض فتح أبواب الخلفية هون بالشبابيك الخلفية مثل ما احنا شايفين، ومن وراء عم تحصل المصابيح الخلفية على تصميم مميز، أيضا بتميز بخطوط بنفس اللون الأزرق الموجود بالمصابيح الأمامية، والسيارة عم تحمل اسم زوي بمنتصف السيارة من الخلف. عم نحصل من الداخل مع رينو زوي على تصميم بسيط وأنيق كتير، وهو تصميم ما غريب علينا، في التابلو بالضبط بيشبه اللي عم نحصل عليه مع سيارة رينو كليو بموديلاتها الأخيرة طبعا. وبدلوا لوحة العدادات الأمام السائق بشاشة أفقية عم تعرض معلومات مهمة لإلك، مثل معلومات الرحلة، السرعة، وطبعا بسيارة كهربائية مدى شحن البطارية. أما بالنسبة للمساحة اللي عم نحصل عليها بالسيارة، فهي بالمقدمة للسائق والراكب جيدة جداً مع كراسي مريحة، ولكن كرسي السائق عم بفتقد أنه تقدر تعدل وضعية ارتفاع الكرسي. أما من الخلف فوجدت المساحة تكون ضيقة شوي، خاصة للأشخاص طويلين القامة. طبعاً مساحة التخزين بهاي السيارة بهذا الحجم جيدة جداً، وعم توصل ل 338 لتر، تقدر تزيدهم بطي المقاعد الخلفية، ولكن المقاعد الخلفية بهاي السيارة عم تنطوى بشكل كامل كقطعة واحدة، فأنت بدك تختار يا إما تحصل على مساحة تخزين أكبر أو تركب ركاب بالخلف. خليني أحكي لكم هلأ على التجهيزات اللي عم تيجي بالرينو زوي، ونبدأ بالبطارية. بطارية السيارة هي بطارية ليثيوم أيون، تعطيك مدى بيوصل ل 300 كيلومتر في ظروف القيادة العادية، وعم تقدر تشحن هاي البطارية بالكامل بخلال 4 ساعات لما تستخدم شاحن عام اللي عم بيبدأ ينتشر عنا بدولة الإمارات، أو استخدام صندوق الشحن اللي بتركب لك يا رينو بالمنزل. ولكن عند استخدام شاحن سريع عم نقدر نوصل ل 80% من شحن البطارية خلال ساعة واحدة. أما بالنسبة للتجهيزات الثانية الموجودة بالسيارة، فنبدأ أنه بتقدر تفتح السيارة وتشغلها بدون استخدام المفتاح، وأيضاً من مفتاح السيارة بتقدر تشغل نظام التكييف الأوتوماتيكي أو الكلايمت كنترول الموجود بالسيارة. والسيارة عم تيجي مزودة بنظام R-Link من رينو للترفيه، واللي هو عم بيجي بشاشة لمس 7 إنش، فيه طبعاً نظام ملاحة ونظام بلوتوث للاتصال، وطبعاً في نظام بيورجيك مدى استهلاك الطاقة بالسيارة. وأيضا السيارة مزودة بكروز كنترول، نظام تثبيت السرعة، ومحدد سرعة، وأهم شيء نظام إعادة شحن البطارية عند استخدام الفرامل. أول شيء رح نلاحظه بقيادة الرينو زوي أو يمكن أي سيارة كهربائية تانية، هو صوت تشغيلك للمحرك.
فعلا أول مرة بحس حالي إنه بدي وقت لأتعود لكمية الهدوء بقلب سيارة. طبعا الرينو زوي بشكل عام انصنعت للقيادة داخل المدينة، فهي السيارة بمحركها الكهربائي عم تعطيك 92 حصان و220 نيوتن متر من العزم. وطبعا هي السيارة بما أنها كهربائية عم تيجي بدون جير بوكس، وهذا عم بيعطيك سرعة قصوى بتوصل ل 140 كيلومتر بالساعة وتسارع من صفر لسرعة 100 كيلومتر بالساعة بخلال 13.2 ثانية. هاي الأرقام طبعا ما راح تحمس أي محب للقيادة، ولكن مش هذا اللي انصنعت لإله الرينو زوي. الرينو زوي مثل ما قلنا انصنعت للقيادة السهلة داخل المدينة، وفعلا السيارة عم تعطينا قيادة سهلة وسلسة وهادئة طبعا بشكل كتير كتير كبير داخل المدينة. ووجدت انه تعليق السيارة ممتاز جدا وعم بمتص كل التعرجات والمطبات الموجودة بأي طريق. خلينا نرجع نتمتع بكمية الهدوء اللي عم نحصل عليه خلال قيادة الرينو زوي. لأختم تجربتي اليوم مع الرينو زوي، أنا عم بحلم باليوم اللي بنروح نشتري فيه سيارة كهربائية، لأنها أفضل كسيارة حتى مقارنة بالسيارات اللي بنفس الفئة وبتعمل على الوقود. ولكن هل وصلنا أو قربنا على هيك يوم مع الرينو زوي حاليا؟ الجواب صراحة هو لا، لأنه الرينو زوي الشيء الوحيد اللي عم تعطيك إياه وبسعرها اللي بوصل ل 136 ألف درهم هو إحساسك الشخصي أنك عم بتحافظ على البيئة. فأنت بهيك سعر حاليا تقدر تروح تشتري سيارتين أو حتى ثلاث سيارات من نفس الفئة بنفس المواصفات، بل يمكن بمواصفات أعلى بكتير. بشكركم على المشاهدة وبشوفكم بتجارب قادمة، ومع السلامة.